يمكن كان اخرهم البلوجر ياسين جنكيز اللي احنا اتكلمنا عليه من شويه لما زار منطقه الاهرامات مفيش بلوجر او مشهور بيجي مصر وزي ما تابعنا من فتره مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا كل حد يجي مصر عايز يروح للأهرامات فبالتالي منطقه الاهرامات مفتوحه مش مغلقه تماما زي ما الاشعاب بتقول بتقول والاعمال فيها بتسير بشكل طبيعي جدا الزوار موجودين طول الوقت اللي عايز يروح يتفضل يروح يجرب وهيشوف ويعرف ان كلامنا صح و يمكن هنا مناسبة قبل ما أطلع فاصل مع حضراتكم أأكد على موضوع الشائعات والرد عليها مش كل خبر هنقراه هنصدقه مش كل خبر هنقراه هنمشي وراه ونردده وتكبر الإشاعة وهو الموضوع في النهاية كله زي ما قلنا لحضراتكم إن هي غرفة الدفن في الهرم الكبير هرم قوف هي المغلقة والممر الطويل ليها لو يمكن عرضه متر وارتفاعه متر وعشرين سنتي هو ده اللي مغلق أمام الناس وحفاظا على سلامتهم وحفاظا على السياح لكن المنطقة برمتها مفتوحة للمواطنين بنرجو تاني من حضراتكم عدم الانسياق وراء الشائعات، الوصول للمعلومه من مصدرها، صفحه المجلس مجلس الوزراء ومركز المعلومات وصفحه الوزارات كلها، صفحه المركز الاعلامي لمجلس الوزراء او الصفحه الرسميه لمجلس الوزراء كل شويه كل دقائق بتنزل اخبار تبع الوزارات معينه وبترد على الشائعات. ده فيما يتعلق بالسياحه سواء السياحه الايجابيه اللي شفناها من زياره البلوجر التركي المشهور ياسين جنكيز او من الرد على شائعات اللي بتتعلق بغلق منطقه الاهرامات لمده شهرين وده طبعا كلام غير صحيح.